يقول السائل معالي شيخنا، نحن الدعاة إلى الله أحيانا نسأل من بعض النساء سواء بالهاتف أو في بعض مراكز الدعوة عن حكم تارك الصلاة، فهل نجيبهن بما نعلم من الأدلة بكفر تارك الصلاة أم ماذا؟ نعم، نجيبهن بما علمكم الله سبحانه وتعالى أنه لا دين لمن لا صلاة له. الصلاة هي عمود الإسلام. هل يقوم البيت على غير عمود؟ ما يقوم إلا على عمود. كذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصليب.